الأجر العظيم والعمل الجليل الصدقة. راح أتكلم عن رحلة الصدقة شو يصير فيها من تطلع من جيبك من إيدك ولي وين توصل معك لي وين تنتهي. فكر بهالقصة هذه كلها في أي مرة تتصدق، ما العلاقة المبلغ شنو يعني شنو يكون كثير بسيط قليل، كل واحد وطاقته وإمكاناته، لكن تذكر هذه الرحلة وهذه القصة الجميلة اللي أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الكثيرة، شنو الصدقة مع المتصدق. ثلاث مراحل راح نتكلم عنها. المرحلة الأولى، أول ما تطلع منك الصدقة شنو يصير؟ ثانيا صحبتها لك في الدنيا. الأمر الثالث شنو راح يصير في الآخرة، وكل هذا بسبب هذه الصدقة اللي أنت تصدق فيها. يمكن اللي اليوم أنت تبرعت فيها أونلاين بمشروع فزعة الكويت، يمكن اللي كانت أمس، يمكن اللي كانت في رمضان اللي فات، يمكن اللي كانت في الحرم، يمكن اللي كانت في اليوم اللي أنت تعرفه، في الحال اللي أنت تذكره، الفقير اللي ما غاب عن وجهك عن 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 بالك وجهه وفرحته لما عطيته، الله يعلم الله يعلم، عسى الله يتقبل الكل. أول ما تطلع منك الصدقة، هذه بداية القصة، أول ما تخرج الصدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى. ما تصدق أحد بصدقة إلا أخذها الرحمن بيمينه سبحانه. عشان كذي عائشة رضي الله عنها كانت لما تبي تتصدق بدراهم تعطرهم تطيبهم، لأنها تقع في يد الله. ما نعرف كيف تقع في يد الله، لكن هذا يدلك على أن الله تقبلها منك، تكريم الله لك، تقع تعامل رب العالمين، تقع في يد الله، يسجل لك أجرك 700 ضعف. من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 ضعف. ثم هذه تدخر لك أنت، كأنك حطيتها بصندوق الدخار، شفت احتياط الأجيال، أنت هذا صندوق المستقبل لك. هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي الرواية الأخرى أو أعطى فاقتنى. تصير شفت القنية، شفت الأشياء اللي أنت تقتني الثمين تخشها حق اليوم وبالتجوري كذي، أنت صدقتك هذه بالنسبة لك شيء ثمين تقتني وتخشها عشان ينفعك يوم القيامة. هذه بس الحين طلعت من إيدك، حطت لك هناك، ورب العالمين لما يتقبلها بيمينه فيربيها الرحمن سبحانه، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. وهي يمكن كلها 10 دنانير أنت متصدق فيها، الله يربيها لك مثل ما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة، المهر الصغير الحصان، تربي يكبر تروح يوم القيامة تشوف هالخردة مثل الجبل. ثم أنت لما طلعت يعني رصيدك مثلا 1000، تصدقت ب10 دنانير، يوصلك مسج بايخ 10 دنانير خصم من حسابك، رصيدك 990 هذا عند البنك، لكن عند الله ما نقص مال من صدقة، مو ناقصة مو ناقصة، لا تحاتي، البركة اللي بتيك من فلوسك الباجية عن 10 وزود ما نقصت، ثق تماما أن هالعشرة اللي طلعتها لله ما نقصت من فلوسك شيء ولا تفكر غير كذي. أنت حصلت لك دعوة، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا. هذا كله يصير لك بمجرد ما طلعت منك الصدقة، الله يتقبلها بيمينه ويربيها لك حتى تكون أعظم من الجبل، تنكتب لك 700 ضعف، تدخر لك يوم القيامة، أول باقي من فلوسك ترى كله رايح، يا أنت تصرفه وتخلص منه ولا باقي حق الورثة، هذا الوحيد اللي بقالك ينفعك يوم القيامة اللي أنت تتصدق فيه، ثم ما ينقص شيء وحصلت لك دعوة اللهم أعطي منفقا خلفا. طيب عيش حياتك الحين في بركة هذه الصدقة. أول شيء هذه الصدقة تأثر على القلب، تصفيه، تنظفه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كثرة الصدقات وتواليها واحدة وراء الثانية القلب ينظف، النفس تزكو، صير القلب رقيق، هذا جزاء الصدقة، الله يطهر قلبك، يتساعدك على أنك توصل حق القلب السليم. ثم رب العالمين راح يفتح عليك أبواب الرزق. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، قال عليه الصلاة والسلام ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة
إلا زاده الله بها كثرة. إذا فتح باب صدقة بلش له بمشروع، فتحه سوى استقطاع مثلا حق يتيم ولا شيء 10 دنانير، ولا دع أن فتح باب خير، باب صدقة، الله يزيده كثرة فيها. وأثر الصدقة مو بس على فلوسك وزيادتها ومضاعفاتها، لا لا، إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تخمده. يعني الله يغفر لك سيئاتك بكثرة صدقاتك، مو بس الخطيئة، صدقة السر اللي ما حد يعرفها، هذه الأونلاين اللي ما حد معك، تطفئ غضب الرب. يعني لو الإنسان سوى عمل يستحق إن الله يغضب عليه، رب العالمين لا يغضب ويطفئ غضبه سبحانه، هذه صدقة السر، ويرضى الله عليك بسبب هذه الصدقة. سبحانه رحيم ورحمته سبقت غضبه. هذه الصدقات اللي ما حد يدري عنها تطفئ غضب الله على الإنسان، وتظل معك هذه الصدقة وتعيش في بركاتها، رب العالمين يعوضك خير ويفتح لك أبواب الرزق ويطهر نفسك وتغفر ذنوبك وتكفر سيئاتك وتطفئ غضب الله عنك، ويكتب لك الله رضا طول حياتك إلى آخر حياتك، حتى في آخر حياتك ما تخليك الصدقة، لأن صناع المعروف تقي مصارع السوء، تقيك سوء الخاتمة. الميتة السيئة هي سبب لحسن الخاتمة، الميتة الطيبة النقية الصدقة من سببها. كثر ما يتصدق الإنسان في حياته يتوفق لحسن الخاتمة، بل إن إذا كان آخر يوم في حياة الإنسان فيه صدقة يدخل الجنة. شفتوا لما الواحد نقول والله مات وهو يصلي، مات وهو صايم، مات وهو يقرأ قرآن، مات وهو في الحرم، شفتوا يا حظه، مات وهو متصدق، يعني بذاك اليوم تصدق ومات الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله دخل الجنة. اللي يختم له في يومه كان أطعم مسكين بهاليوم، صدق صدقة ساعد إنسان يختم له فيه، خلاص انتهي عمره بهاليوم، دخل الجنة. فهي سبب بل هي حسن خاتمة، هي حسن خاتمة، دليل حسن خاتمة أنك تموت وأنت متصدق في هذا اليوم اللي مت فيه. عسى الله يطول بعمرنا على طاعته. خلص الإنسان خلصت حياته، لكن تظل قصة الصدقة ما انتهت، تبقى مع الإنسان وتلازمه في بركاته وفضلها وخيرها. شوف أنت كلها 10 دنانير تصدق فيها ما أدري متى، بس شوف أنت إيش قاعد تعيش، شوف إيش قاعد تحصل من وراها. قال صلى الله عليه وسلم في أول منازل الآخرة: إن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور. يعني القبر يبرد على الإنسان بسبب صدقته. قال صلى الله عليه وسلم: من الميت إذا وضع في قبره وانصرف أهله تأتيه الصلاة من عند رأسه، تأتي الصلاة تقعد عند رأسه، ويأتي الصيام عن يمينه، وتأتي الزكاة عن يساره شماله، ويأتي فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه. حراس، هذا الحراسك في القبر، هذا الأعمال الصالحة، فيؤتى من قبل رأسه، يأتي عذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ما أدش من عندي أبدا، ما في، فترد الصلاة، ترد العذاب. ويأتيه من اليمين فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ارجع. يأتي من اليسار فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. فيأتي من تحت رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والإحسان والمعروف: ما قبلي مدخل. تحمل إنسان وتحرسه وتبرد عليه في قبره. فإذا انتهى اليوم هذا وقام الناس من قبورهم إلى المحشر، وتخيل الفزع والذهول اللي الناس فيه، تلقى في واحد جاي تشوف وجهه ولا مستانس، وجهه شرح منور مسفر، منو هذا؟ هذا اللي كان يتصدق يوم القيامة، هذا اللي كان يتصدق في الدنيا، معقول يوم القيامة بالصورة إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. كنا نتصدق لله، ما نبي حد يدري ولا حد يعرف، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم القيامة، ولقاهم نظرة وسرورا. هذه النظارة والسرور اللي راح تشوف ناس بالمحشر وجهه ما شاء الله مشع ومسرور، تشوفه أنت تفرح، هذا بسبب صدقاته في الدنيا. الله يلبسه هذه النظارة وهذا السرور. بل ويأتي الناس يعني شمس وعرق وحر يوم القيامة، أنت متخيل؟ لكن هذا غير، هذا يأتي فتستقبله الصدقة
وتكن فوق رأسه تظله، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته. تقعد الصدقة فوقه، تظلل عليه، لا شمس لا حر، والناس في العرق يصبصبون، إلا هذا صدقته منعته، وعلى قدر الصدقة يكون الظل، وتكون هذه السحابة العظيمة حتى يقضى بين الناس وهو في الظل، هو قاعد في الظل، فتكون سترا له من النار. قال يا رسول الله ماذا ينجي العبد من عذاب الله؟ قال أن ترضخ مما خولك الله، يعني تطلع وتنفق وتتصدق مما أعطاك الله، هذا ينجيك من عذاب الله، تسترك عن النار، تحجبك ما تدخل النار. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. يعني الصدقة لو كانت نص تمرة كم قيمتها؟ أفلاس. هذه ممكن تسترك من النار، فتخيل لما تكون مبالغ وعشرات الصدقات تحجبك عن النار وتظل معك، وتكون سبب في دخولك الجنة، مو بس دخولك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة أهل المعروف، أصحاب المعروف في الدنيا اللي كان لهم فضل على الناس ويعطون الناس ويتصدقون ويطعمون ويفرجون الكرب ويقضون الديون، هذين الأول ناس يدخلون الجنة هم أهل المعروف، صدقاتهم تأخذهم وتوصلهم للجنة. وما يدخلون الجنة مع الناس، لا لا لا، يدخلون من باب خاص اسمه باب الصدقة، تشريفات، شيء راقي مو أي واحد، هذه الصدقة لين تدخلك الجنة، بل ترفع درجات الإنسان بسبب صدقاته. هي كلها خردة طلعت منك، دينار اللي تصدقه اليوم، هالسبع ملايين الحين واصلينها من تقريبا نص مليون متبرع، بيوصلون الحين نص مليون متبرع، هالنص مليون إذا كل واحد فيهم تصدق لله واحتسب هذا الأجر عند الله. وترى الصدقة الأونلاين هذه نعمة، لأنه يتحقق فيه صدقة سر، ما حد يدري عنك أنت إيش كثر دفعت، أنت منو أصلا ما حد يدري، بس تكون النية لله وأبشر بكل هذا الفضل. كل هذه الرحلة ممكن تظل معك العشرة ولا العشرين ولا الخمسين اللي أنت دفعتها اليوم، ولا راح تفرج فيها كربات ناس إن شاء الله، الله يتقبلها منك بيمينه، يربيها لك، يكتبها بسبعمائة ضعف، تدخر لك يوم القيامة تراها وتفرح فيها. ولا تحاتي، ما تنقص من فلوسك شيء، وحصلت الدعوة إن شاء الله، اللهم أعطي منفقا خلفا، راح أطهر قلبك. شفت الفرحة اللي أنت، الطعم الحلاوة اللي أنت حسيتها اليوم أنت تتصدق، ترى هذه منها، هذه من طهارة القلب وزكاة النفس، والله راح يفتح لك باب رزق. لا تحاتي، وتطفئ خطاياك، تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى عنك، وتستمر معك، وإن شاء الله تكون سبب في حسن خاتمتك، بل هي حسن الخاتمة ستكون بإذن الله، تطفئ عنك حر القبر، ثم تقوم يوم القيامة وتمنع عنك العذاب في القبر، تحميك، ثم تقوم يوم القيامة نظرة وسرور في وجهك، وفي ظل الصدقة وفي ظل الصدقة من الشمس والحر والعرق، وتسترك من النار، وتدخلك الجنة من باب الصدقة، وترفعك درجات عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل المعروف وأهل الصدقات. الواحد يسعد بصراحة إذا الله وفقه للخير وأعان عليه، بإذن الله هذا يكون دليل على أن الله يبي تقبل منك ويعطيك الأجر، وهذه رحمة من الله، هو اللي يرزقنا الفلوس، وهو اللي يقول لنا تصدقوا، وهو اللي تقبل منا وجازينا عليها كل هذا الجزاء. هذا هو فعله الكريم سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دقيقة أحفظ لكم اللايف في الستوري ونرجع لك فقرة سؤال وجواب.